استقبل وزير العمل محمد جبران سفير بلغاريا بالقاهرة لبحث سبل تفعيل التعاون في المجالات المشتركة. واتفق الجانبان على توفير فرص عمل للشباب المصري على المهن والمجالات التي يحتاجها سوق العمل البلغاري خلال هذه الفترة، خاصة في قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات. كما أكدا على التنسيق بشأن تأهيل وتدريب الشباب المصري على هذه المهن المطلوبة.